بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة QHE لتعليم أحكام التجويد للقرآن الكريم باللغة العربية. درسنا اليوم هو عن طرف اللسان. اللسان به 10 مخارج ل18 حرفا. تعالوا نشوف تقسيمة اللسان مع بعض. قلنا أول جزء عندي هو جذر اللسان، ثم أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، مستدق أو رأس اللسان. المنطقة دي كلها عندي اسمها حافة اللسان، تنقسم إلى أقصى الحافة، أدنى الحافة، منتهى الحافة. دي كده الرسمة عندي بتاعت اللسان. إحنا اليوم ما زلنا بنشرح في منطقة عن طرف اللسان به 5 مخارج ل11 حرفا. حرف النون وله مخرج مستقل، حرف الراء وله مخرج مستقل، الطاء والتاء والدال الثلاثة بيخرجوا من نفس المخرج، الصاد والسين والزاء بيخرجوا من نفس المخرج. ودرس اليوم عندي هو لحرف الظاء والذال والثاء، وكلهم بيخرجوا من مخرج واحد، وده المخرج الخامس في طرف اللسان. تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع أطراف الثنايا العليا. نشوف كده جهة ظهره، معناها الجزء ده من اللسان، معناها الجزء هذا من اللسان اللي هو الجزء العلوي من اللسان. أذ أذ أث أس. مقارنة بين حرف الظاء والثاء والذال. على الإيد اليمين عندي حرف الظاء، وعلى الإيد الشمال رسمة حرف الثاء والذال. ما شاء الله عليكم، بقيتوا طبعا كلكم عارفين دلوقتي إن الحرف المفخم عندي بيفخم عن طريق ارتفاع اللسان من الخلف، فبالتالي طبيعي جدا الصورة اللي على اليمين عندي هتكون بتاعة الحرف المفخم فيهم اللي هو حرف الظاء. وارتفاع اللسان ده بيعمل لي تضيق في لسان المزمار، ارتفاع في الخلف، وتقعر في وسط اللسان، بينما في الثاء والذال ما عنديش التقعر ده. تعالوا مع بعضينا كمان نشوف الأخطاء اللي ممكن تحصل في حرف الذال والثاء والظاء. أول خطأ عندي ممكن يحصل في حرف الظاء إن الشخص يرقق فيقول ذا ذا، دي المشكلة، ما رفعش لسان من الخلف، تمام؟ وإحنا قلنا دي عضلة بتدريبها بيقدر الإنسان يرفع اللسان جيدا من الخلف. في مشكلة تانية بتيجي في صفة الإطباق، ودي هنوضحها بإذن الله تعالى لما نصل إلى صفات الحروف. ده بالنسبة لحرف الظاء. حرف الظاء والذال بيحصل أحيانا فيهم همس. يعني ايه همس؟ يعني في جريان للنفس يخرج معاهم، في حين ان هم المفروض حرفين مجهورين، يعني النفس ينقطع فيهم. يعني لو حطيت ايدي بمنتهى البساطة امام الفم وانا بنطق الحرفين دول، مش مفروض ان الاقي اي هواء عندي بيخرج فيهم. طيب المشكلة دي بتحصل نتيجة ايه؟ بتحصل نتيجة ان الشخص ما بيكونش ضغط الاسنان، ما بيكونش ضغط اللسان في الاسنان العليا جيدا، أو بيكون مخرج جزء زيادة من اللسان المفروض يخرج الطرف، فبالتالي بيحصل عندي همس في حرف الظاء والذال. طيب من الأخطاء التانية إن في عندي صفة من الصفات بتحصل فيها غلط آخر في حرف الظاء والذال، وهي صفة الرخاوة. الحرفين فيهم صفة الرخاوة، فلما يعني إيه صفة الرخاوة؟ يعني الصوت بيستمر لا ينقطع، فيجي شخص يعمل فيهم شدة يعني يقطع فيهم الصوت. طيب ده مشكلته ايه؟ ده مشكلته ان هو بيحتاج يديهم زمن قليل علشان يظبطهم. الحرفين فيهم صعوبة لان مفهومش همس بس فيهم جهر، فمفهومش همس بس فيهم شدة، فاحيانا بيحصل فيهم خطأ بسبب الصفتين دول وجودهم مع بعض في نفس الحرف. من الاخطاء التانية اللي ممكن تحصل عندي إن بعض الجنسيات عندي بدون ذكر الجنسية عندي بتنطق حرف الثاء مثل التاء تماما في الصوت، فتقول إيه؟ التاء. طيب دي مشكلتها إيه؟ دي وضعت اللسان فعلا هنا طرف اللسان، اتحطت الأسنان العليا، ولكن
حولت الحرف الثاء اللي هو المهموس اللي هو بيجري فيه النفس، المجهور الرخو اللي هو بيجري فيه الصوت، إلى حرف شديد مجهور عكس الصفة بتاعته. ليه؟ لأنها ضغطت بقوة اللسان في الأسنان العليا والسفلى فكتمت الصوت بالعامية كده، فخرج عندي الحرف أشبه بحرف التاء منه بحرف الثاء. أو بعض الناس بتخرج جزء كبير من اللسان، وده خطأ شائع جدا من واحنا صغيرين، كانوا يقولوا لنا في المدارس خرج لسانك خرج لسانك، فتخرج يقول لك خرج كمان خرج كمان. طبعا خروج اللسان بمقدار كبير بيسبب خطأ كبير في صفة الحروف دي. اللسان بيخرج بمقدار يعني نقدر نقول 2-3 ملي، حاجة بسيطة جدا جدا جدا. والأسنان السفلى دي النقطة التانية ليس لها أي علاقة بالحروف دي، الأسنان العليا فقط هي اللي ليها علاقة. طب الأسنان السفلى أنا ممكن أستعملها؟ أو ممكن أستعملها تسند أو تساعد اللسان فقط في وجوده في المكان، لكن ما بضغطش بيها أبدا، ودي نقطة مهمة جدا يجب التنبيه عليها. الضغط بتاعي أو الشغل بتاعي كله بيكون مع طرف الأسنان العليا. إن شاء الله يكون الكلام ده واضح وضوحا شديدا، مكنش في أي لبس. لو في أي استفسار عندكم، في أي خطأ، في أي حاجة حابين تعرفوا عنها، ياريت تحطوها لي في التعليق. تقريبا دي الأخطاء اللي أنا متذكراها الآن، وإن شاء الله لو في حاجة تانية مع صفات الحروف ممكن يعني نعدي عليها، أو لو حد فيكم عنده مشكلة معينة ممكن يحطها في التعليق، إن شاء الله أوضح له الحل بتاعها بيكون إزاي. تذكرته سبحان الله إن بعض الناس بتفخم حرف الذال، تمام؟ الخطأ خاصة لما بيأتي مضموم، وده أكثر عند غير العرب، يعني مش موجود قوي عند العرب ولكن موجود عند غير العرب أكثر من العرب. طيب ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة إن هما بيرفعوا الجزء ده من اللسان تحديدا، بيرفعوا الجزء ده من اللسان تحديدا فيسبب لي تفخيم لحرف الذال، فتقول ذو. طيب حلو إيه؟ إنها تخفض الجزء ده من اللسان حرف الظاهر. محظورة، ما أقولش محظو، بقول محظو. أفخم الظا ورقق الواو وانتبه لأنها وقع ما بين حرفين مفخمين، فعلي أن أنا أخلص حرف الواو ما بين الحرفين المفخمين. الذاريات، ذو، ثالث، النفاثات. يطلق على هذه الحروف حروف اللثوية، الحروف اللثوية سميت بهذا الاسم لقرب مخرجها من لثة أو من لثة الأسنان، لأن العرب تسمي الأشياء بما يجاورها. من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما؟ والظاء والذال وثاء الثلاث أحرف بتوعي للعليا يعني للأسنان العليا من طرفيهما، من طرف الأسنان العليا، وإحنا بنتكلم أصلا عن طرف اللسان، فمعروف إحنا بنتكلم عن إيه مع إيه، اللي هو طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. إن شاء الله يكون الدرس كان سهل وبسيط، ووضحنا فيه كل الحاجات اللي محتاجين نعرفها وكذلك الأخطاء. لو في عندكم أي تعليق أو أي استفسار من فضلكم حطوهن في صندوق الوصف، وإن شاء الله أرد عليكم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.